السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. راح أجاوب على سؤال يوصلني دائما بالرسائل بالتعليقات، شنو الفرق ما بين النسخة الصينية والنسخة الهندية؟ مثل ما نعرف أنه كل جهاز اليوم موجود بالأسواق أكو من عنده نسخة صينية، أكو من عنده نسخة روسية، نسخة هندية، يعني بعض الدول تكون لهم مواصفات خاصة أو نسخة خاصة. بالبداية خلينا نتفق على شغلة أساسية، أنه النسخة الصينية أو النسخة الهندية أو النسخة أي كانت أو النسخة العالمية هي كلها طالعة من نفس المصنع. يعني مثلا عندي هذه الأجهزة المختلفة اللي هي صادرة من شركات كثيرة جدا. راح نشوف مثلا عندنا الميت 30 برو. الميت 30 برو يمكن أكو من عنده 4 أو 3 نسخ، كل نسخة موجهة إلى سوق معين. مو بس هذا الشيء، حتى الآيفون يعني الإصدار الأخير آيفون 11، راح تشوف انه مثلا الايفون 11 برو اكو من عنده 3 نسخ، النسخة العالمية والنسخة الصينية، يعني النسخة الموجهة للسوق الصيني اللي شنو تتميز؟ تتميز انه بيها منفذين للسيم كارد. مثل ما نعرف انه النسخة العالمية بيها منفذ واحد للسيم كارد والسيم كارد الاخر اللي هو الشريحة الالكترونية الايسم. فكل دولة خلينا نقول او كل مجموعة دول لهم مواصفات خاصة. مثلا نشوف انه سامسونج النسخ اللي تكون موجهة للصين تكون الرام مالتها اكثر او الذاكرة الداخلية اكثر، وهذا بحكم المنافسة اللي موجودة بالسوق الصيني. فاهم نقطة اللي انا اريد اجاوب عليها انه ماكو اي فرق ما بين النسخة الصينية والنسخة الهندية والنسخة العالمية وغيرها من النسخ، هي كلها طالعة من نفس المصنع عفوا. مثلا راح تشوف انه اختلاف اكو بالشواحن الخاص بها، كل دولة أو كل سيستم خاص بالشواحن إلى فد نظام معين، هذا ما يعني أنه هذه النسخة هي مقلدة، لكن أكو بعض الاختلافات اللي تصير ما بين نسخة ونسخة، وراح أساعدكم حتى تعرفون شنو الاختلافات اللي موجودة. أكو موقع أكيد كلكم تعرفوه اللي هو موقع GSM Arena. هذا الموقع تقدر من خلاله أنه تقارن بين مجموعة من الأصدارات أو مجموعة من النسخ لنفس الجهاز. مثلا تقارن آيفون 11 برو راح تشوف أنه بيه 3 أصدارات، راح يعطيك شنو الاختلافات. بس أنا بهذا الفيديو راح ألخص لكم الاختلافات الأساسية اللي تصير ما بين النسخ اللي موجودة. بعض المرات تكون الاختلافات من ناحية الشبكات ودعمها، فأكو نسخ تدعم شبكات CDMA، أكو نسخ تدعم GSM بالإضافة إلى CDMA، فهنا راح تشوف الاختلافات من ناحية دعم الشبكات. أو مثلا أنت من تدخل إلى أي موقع، على سبيل المثال تدخل على موقع أمازون وتريد تشتري جهاز، راح تشوف أنه مكتوب هذه النسخة مقفولة الشبكة. يعني لو استخدمت أي جهاز أو عفوا استخدمت أي سيم كارد خارج السيم كارد الأمريكي ما راح يشتغل عندك. بعض من الاختلافات اللي نشوفها مثلا تكون اكو اختلافات بالذاكرة الداخلية او اختلافات بالرام، كل نسخة تكون لها مواصفات معينة حسب طبيعة السوق اللي موجودة به. مثلا النسخ اللي يكون موجهة للسوق الصيني فقط، هذا النسخ غالبا ما راح تحتوي على خدمات جوجل، اذا كان النظام مالته اندرويد راح تكون بدون خدمات جوجل، فقط النظام او نظام الاندرويد بس بدون خدمات جوجل. فهذه الاختلافات اللي تصير ما بين النسخ. بالنسبة للسوق العراقي او سوق الدول العربية، النسخة اللي موجهة إليه هي تكون النسخة العالمية او نقدر نسميها نسخة الشرق الاوسط اللي تحتوي على كل الخدمات بالاضافة الى مسألة الدعم الفني. يعني لو كانت اكو وكالة رسمية بالدولة اللي موجود بها انت، فراح تحصل على كل الخدمات من ناحية الصيانة، من ناحية الدعم الفني. إذا تلاحظون في نقطة معينة إنه بعض المحلات مثلا من يشترون نسخ هي ما موجهة للسوق العراقي، فهواي شركات من تصدر جهاز معين ممكن أصلا هذا ما موجه للشرق الأوسط، بس أكو بعض الأشخاص يقدر إنه يشتري أو يستورده من مجموعة من الدول وراح يجيبه. أما يتحمل هو الضمان، يعني هو يسوي مسألة الضمان أو يقول لك هذا ماكو بي أي ضمان. فبهذا الفيديو حبيت أوضح لكم هذا الموضوع اللي دائما يسألون الناس عليه، أنه شنو الفرق ما بين النسخ العالمية، النسخ الصينية، الهندية، الروسية. ووصلت إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى هذا الفيديو كان واضح للجميع، وأنصحكم أنه تستخدمون موقع GSM Arena، الرابط مالته راح تشوفه موجود أسفل وصف الفيديو. هذا شنو الفائدة اللي تقدر أنه تستخدمها؟ أنه مجرد تكتب الجهاز اللي تريده أنت وراح ينطيك كل الأصدارات اللي متوفرة، فتقدر أنه تسوي مقارنة
من نفس هذه الإصدارات، فراح تعرف شنو الفرق ما بين النسخة العالمية أو النسخة الصينية، شنو الفرق ما بين النسخة مثلاً الموجهة للأسواق الأمريكية أو النسخة الموجهة للشرق الأوسط، فراح ينطيك التفاصيل كامل، وتقدر أنه تلاحظ أكو اختلاف، ينطيك مثلاً باللون الأحمر أو باللون الأزرق على جوانب المواصفات، فكل بساطة راح تقدر أنه تميز هذا الشيء بنفسك. وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي بالتعليقات. نهاية هذا الفيديو أقول لكم مع السلامة.